الرحمن الرحيم. بنقدم لكم الجديد دايما او الجديد السريع دايما في عالم الفلاش بانل. زي ما احنا شايفين بقى في دلوقتي كميه كبيره من الالوان الخاصه بشغل الفلاش بانل. طبعا طرق تركيبه السهله الخاصه بالناس بتاعت الدعايه والاعلان، طبعا العمليه دي سهل عليهم جدا في عمليه التركيب. احنا بنوري لحضراتكم بس شوية الوان جديدة وشوية اشكال جديدة في التصميم، زي التصميمات اللي بيبقى عليها مطبوعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، تبقى معمول عليها الحروف والالوان المختلفة عن الأحمر والفضي الليزر والفضي المراية والألوان الكتير اللي احنا شايفينها دي بقت متواجدة بفضل الله عندنا، طبعا بنفس الماتيريال ونفس الكواليتي اللي احنا شغالين بيها دايما. شكرا ليكم، ودايما في بنقدم لكم أي جديد في عالم الدعاية والإعلان.